السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نلعب لعبة ميردر ويو بلاك ويو بلاك عايز من عزمه عايز من حبيت كده. يا جماعة تخوش فم الجريش أنا عمين ده أحمد أنا عمين ده أحمد لا لو سمعت امي لو سمعت امي ايه ده هو النهارده انت هتعمل فيديو من غير تعديل؟ روحي احمد ايه احمد اكرهنا اطلع انت من اللعبه اطلع يا حبيبي من اللعبه عليك من يا بس ما قال انت بتهزر والله لا نوي اللي استار انت خربش تاني خربش استار وساكر وساكر يا خربشي ساكر خربش وما تخربش ما تعملش زي قط او حيوان هو خربش شوف انت قط ولا انسان انا قط لا القطط عندها اقوى دماغ بالعالم نم 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 قاعدين تعملوا جوز كده يعني زيرو كده بالعافيه ايه ده انا يا استاذ طنطا وش معنى تونت شيفين ايوه على التيكول كده عشان ماشي كده لو شفت بشوفيش حاجة والله انا عندي فكر بطيخ بطيخ تاكل كوابيس انا خايف ازاي تشوف الدوش تعمل ايه يفل الباب الكبس كبسة احمد كبسة حدينا الطاسة يا جماعة حدي بص ماي نسيت انا مش عارف اكون معاك انا مش صح انت مزعب والله انا متاح اعمل ريفرش او اعمل كيك وتصحبتين صح صحبتين صح هادي مفكر وفيس واحد لأني لقيتك يا حاج هنزور شكل حلو بس عنده سمار ايش هشتري بتاع ده بص ده روبوكس كتير حلو 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 ناشي بروبوكس كتير واحد عنده ده انا مين عنده في حته البيت ده مين اللي حاط اصلا يرفع ايدك مش انا لا مش انا طب مين بيحب ابو احمد مش انا طب مين بيحب ابو سخير مش انا مين بيحب الميه مش انا يعني ما بحبش ميه من غير ميه ولا تعيش
واسألي. أنا بحب المية. أنا بكره المية. المية دي احنا بتعيش فيها. طب أنا هديك متسبت يوم كامل لثلاث أيام. ثلاث يوم بس. متسبت مية لثلاث يوم. لا ده مستحيل. المية وحشة. المية وحشة. انت فيك تقيل. ما انا اشرب ميه وتخاف. مش دايما على طول يكون في الحمام بيكون الشريف. مش دايما. هادي. من ذا الأغنية وقت الصوت اللي زغى وقت الصوت اللي زغى الأغنية هو المرضى. انت المرضى انت المرضى. انا ان كونكت عمل اعبد وقت من الموبايل وقت وضحنا روديا شو لازم تبكي دوت معنى ابدا انت تقدر احمد ونسى طعم الطب انت طيب كمان اه الطب انت طيب في ولا الولد اللي ده مرض انا هقعد عليه شفته قاعد يمشي ورايا وعايز يموتني ما عنده ماشي تي في جيمنج سهلة انا ملاقيك ليه مش عارف النت قفل ايه ده انت بتردو عايزين نشوف حد ليه ما انت بقولهم لا انت طب ايه بقى الرسلات قصدت تزعبوا لك ايه الرسل دي كان بروباكس انجمقت؟ اه وقعت على الارض وعند عندنا هكر ايه دلوقتي بجد سيف جنبي طبعا يا جماعة ما تكبروش اهم حاجة
المدرجين يكبروا، بس اهم حاجه حتى المدرجين ما يكبروش، المدرجين بيموتوا من بدري. يعني ما يكبروش، الكمبره دي ما تحبهاش. انا مات يا جمبور يا وحش. الرجل الاخضر طبعا لسه مات اهو. والديناصور ده لا لو الديناصور ده بطيخ. ايوه بطيخ. خد الحاجات كده ونط ودق وحط المنتج. ده بيتفرج عليا. يا ليلي ويا ليلى يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي بطل يا ولد. سحرة احلى سحرة احلى دق 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 بس تشوف الدنيا احلى. المندر موت مش المندر عامل ايه؟ ليه؟ ما عرف بكل حسين الناس كلهم عارفوا هو المندر. ايه تغلوش الأغنية الكلبة دي. ما تغلوش أغنية. أوه يا يما. أنا يا رجل. ما إيه. فلوس البطيخ. في حد لمسها؟ هذا ايه شايفني وانا واقف فوق قرص البطيخ؟ ها؟ احنا دوس دي خط احمر. ها؟ ها؟ احمد زيهم بيدوسوا على راسك؟ اه. عمالك بيدوس عليك. البطيخ بيدوس عليك. البطيخ عايز ياخد حقه. انا اكيد زي كل يوم طيب. لا انا احلى حاجه في الدنيا. قول قريب انا محبه شريف. اه انا بس انت صوت. مين المردر؟ ها؟ اه بعت وكيل. الله يحفظك. انا عارف مين المردر. ده مستخبي فين؟ ايه قلتهولك صح؟ الاحمر يا جنس اطول ورا الاحمر اللي مكان جنب الجنس اطول. اه بس ورا البتاع. بس ايه رايك؟ بسألك حاجة خبر حلو. استنى اتفرج عليها من شوية. خبر في العالم ده اسمه خبر الصوف. أم سبحان الله ايده احمر والسكين احمر. ان شاء الله. انا هقولكوا هو عايز ايه. هو في الحقيقة عايز يخبي السكين صح؟ السكين يكون جزء. بس في سر في الاخر. في سر.
توصف لي احمد اسامه في الاول. ابوك وكمان تقدر تعمل يعني تقدر تكذب على الناس وتقول لهم انا معايا مسدس. اه تكذب في حسابي القديم كنت بكذب على الناس كمان والناس الاغلى يتحاجوا مني يتحكوا مني في الاخر على موت. مين المرتب؟ انا شفت يا جماعه مرتب انت تصبريني اهو ازاي؟ شفت المرتب؟ في الموت بس كده في ويتنس تتتت انا لسه خطر من فوق. ها؟ الفيديو طول يا هادي الفيديو في 60 ساعة. هذا بدأ لي هذي يوم بيزاق اغنية يا ليلي ولا بوبو. انا متخبي من الحوض. بص في مكان سلة تحت الحوض. انت عارفوش؟ عارف. شوف يا جماعة الفيديو خلص انسوا تحط لايك في